الدوري الانجليزي لكره القدم. الرياضي فن ولعب بيرسل اللي قال دي مدرسه خد اوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الاستاذ تحليل خطير مش اي كلام مع ميدو سيف وحازم امام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز اوف فانتسي ولع نار. اهلا بكم اعزائي مشاهدي ستارز اوف فانتسي، ليله جديده ويوم جديد وحلقه جديده، وللمره تقريبا الثالثه على التوالي العالمي بيحط على الثعلب، ودي في حد ذاتها تدل ان هو فقط ما كانش مركز او ما كانش في المود، لكن واضح اما دخل المود اهو شرفنا. عامل شغل حبيبي يا سيف، يعني انا مش هتكلم كتير. النتائج بتتكلم. 5-3 صباح الخير يا سيف. انا هشاور له على دي بس. صباح الفل يا ثعلب. ايه ده براند جديد ده. ايه ده؟ ده ميدو. انت جاي تعمل مصلحه ومروعه. ده عامل حاجه جديده ولا ايه؟ لا لا بس حلو. الله يخليك. يعني دي جايه بالصدفه يعني كده؟ لقيتها بالصدفه فجبتها؟ دي ساعات. اوكي. لا لا لا. حلو بس خلي بالك النهارده جاي سيمبل جدا. عامل شغل مركز. ثقه. شفت اثنين لون بس. صاحب بدري وعامل شغل. ايه بقى الموضوع يعني للمره الثالثه؟ ولا حاجه، هي أرزاق. 5-3 يا سيف عادي يعني. 3-3 في اسبوعين. انا طب ممكن اسالك سؤال، احنا في الاسبوع الثامن يبقى ازاي 5-3؟ انا في اسبوعين في اسبوعين ما جاش، في اسبوعين ما كنتش جيت وما عدلتش الفريق بتاعي. طب انا مالي يعني؟ انا مالي، انا في الفانتسي انا مالي. ماشي يا سيفانو يعني 3-3 بس. هو خلي بالك انا 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 الاسبوع اللي فات يعني انا عملت وايلد كارد الاسبوع اللي فات للاسف الشديد، كل يعني حاطط بص الوايلد كارد النتيجه هي ورا، حطيت ابراهام وحطيت اجويرو وحطيت اوباميانج وحطيت ستيرلينج وحطيت سون. ماجوش، هو ابراهام الوحيد اللي جاب جون، كل دول ماجوش، مع ان دول يعني ماكسيمم او مينيمم هيجيبوا على الاقل 20-30، ما جابوش حاجه خالص. عندي لعيب اسمه بيترز. هو لعيب في اللعيبه يعني؟ عندي لعيب اسمه بيترز. ها؟ لعيب في اللعيبه؟ كان بيلعب في بيرن. كل لعيبه بريمير ليج الفرقه كلين شيت، طلع في الدقيقه 57 من حظي المنيل، طلع في الدقيقه 57، لو كمل خمس دقائق كمان هياخد الكلين شيت، خد نقطه بدل ما ياخد 6. وده اللي كسب ميدو. انا سايبه يعني، وده اللي كسب ميدو. مش معقوله يبقى مرزق. ميدو عامل 3 فرق في 3 شهور. ماشي، يعني الوحيد في العالم اللي عامل 3 فرق. مش معقوله تبقى مرزق في الفانتسي، مرزق في الدنيا بره. مرزق في الدنيا، في اللعب، في الدنيا بره، في البادل. يعني اللي فرق معاك الاسبوع ده مين؟ انا بقول لك انا عملت وايلد كارد، عملت فكرتي يعني ان احنا ان انا هضحي بالدفاع، مش هلعب باسامي كبيره في الدفاع وهتقل النص الملعب والمهاجمين، فجبت سون. ده بقى شالو ده بقى فكر سطحي. سون وجبت، بص بقى انا لما اخش لك على فكره جبت ستيرلينج وقدام اوباميانج واجويرو وابراهام تقلت الحته دي قوي. اللي جاب لي بقى النقط كلها الديفنس اللي هم يعني على قدهم، هم اللي جابوا لي النقط. طب ميدو دي فرقتك اللي على انا فرقتي بقى معموله صح. الجول هيتون استون فيلا جاب لي 3 نقط. طيب فيلمز نيوكاسل هو ده اللي كسبك؟ هو ده كلين شيت واسيست. كيلي من كريستال بالاس 7 نقط، يعني من يعني طبعا زيتشينكو نزل في الشوط الثاني 0 وخد انذار فاتشال منه البوينت اللي كان هياخدها. سون من توتنهام 4 نقط، طبعا بالنسبه لنا وحازم احنا الاثنين كباتن اجويرو وسون عملوا لنا مشكله كبيره جدا. صلاح ليفربول 2 نقطة، كانتويل نورويتش 2 نقطة، وبرناردو سيلفا مانشستر سيتي 1 نقطة. يعني برضو كل النجوم الدفاع بتاعك هو اللي عملك النقط برضو يعني الثلاثه اللي ورا اللي جابوا لك. انا واخد ابراهام زيه تشيلسي 8 نقط، فيرمينيو وانا ابراهام برضو. بص فيرمينيو جاب 2 نقطة وليفربول صلاح راشفورد نقطة. كل اللعيبه كل النجوم ما جابوش حاجه الاسبوع ده، كل اللعيبه الجامده كانوا مدونين. عشان كده هتلاقي الاسبوع ده سيف اعتقد يعني هتلاقي معظم الناس على الفانتسي. بس انت صراحه على فكره عامل لك نقط كتيره من اول الاول. بس نقطتين بس فارق معاك يعني. لا لا الويك انت وفرت ما رضيتش تدفع في صلاح. لا لا ما انا عارف انا هجيب صلاح في فتره من الفترات، بس انا عملت الوايلد كارد ده قلت هلعب على حته النجوم شويه، الحته اللي قدام دي اكسب فيها احط فيها فلوس. طب هو سؤال دلوقتي حتى الناس بتساله، هل هو ممكن ميدو مثلا يستمر يطلع لك كتير؟ ولا انت يا ابني انا مديله 5 ورا بعض 5 اسابيع. لا في اسبوعين ما كنتش موجود والله العظيم. 3-3 انا قلت ان انا هرجع ورا بعض يعني. انت بتجيبه كسبون. انا جاي دلوقتي بص هسيبه تاني بقى الاسبوع الجاي هتلاقي في فرق. ايش هيسال كسبون يعني؟ اسمع مني الاسبوع الجاي مش اقل من 10 15 نقطه فرق الاسبوع الجاي. هو انت هتجيب صلاح امتى؟ قبل. طب دول الاثنين الكباتن اللي يعني ضربوا ضم جامد بعد البوكسنج دي. دي دول الاثنين الكباتن
لا مش كباتن دول. دول احسن لاعب في كل الفريق. دول احسن لاعب في كل. انا وميدو عنده ابراهام. انا عندي ابراهام برضو. بس هو ويليامز ده ولا فيليامز ده هو اللي جاب له 12 هو اللي فرق معاه 3 نقط زياده يعني. نيوكاسل نيوكاسل ابتدوا يظبطوا مع قوي. كسب مانشستر وكسب توتنهام. لا تعادل مع توتنهام. تعادل مع توتنهام في الليل. كسب توتنهام 1-0. كسب 1-0 صح. فقط الماتش. كانوا بص ستيف بروس تعرض لانتقادات كبيره جدا في بدايه الموسم. رغم ان هو جوردي يعني من نيوكاسل، هو من ابناء نيوكاسل، مولود في نيوكاسل، وتعرض لانتقادات كبيره جدا لان هو كان مدرب ساندرلاند قبل كده. ساندرلاند هم الاعداء يعني الكبار لنيوكاسل. ولكن رساله يعني مهم جدا، حاجتين، الادارات والمدربين، ان هو فضل هادي جدا مع النتائج السلبيه رغم الضغوط الكبيره اللي كان بيتعرض ليها، لدرجه حازم ان جمهور نيوكاسل قبل حتى ما الدوري يبدا كانوا بيعملوا وقفات قدام الاستاد بيطالبوا برحيله. يعني مايك اشلي الاونر خد ريسك كبير جدا من ان هو يجيب ستيف بروس، وهو كان بيعتمد على خبرته ان هو يقدر ان هو يكون احسن بديل لرافا بينيتس. بالهدوء وعدم وجود رد فعل ابتدى ان هو يرجع بالفريق مره ثانيه. دلوقتي ايه اللي حصل اوتوماتيك؟ الجمهور نفسه، الناس اللي كانت بتطالب برحيله حتى قبل بدايه الدوري، ابتدوا ان هم يساندوه، ان ابتدوا ان هم يدعموه بشكل كبير. طيب هنشوف يعني نتائج الجوله اللي فاتت، الجوله الثامنه، ونشوف المفاجآت ايه بعد الفاصل. هيكون معانا النهارده كمان في اخر الحلقه ثلاثه الفائزين، محمد منسي، عبد الرحمن محمد، واندرو ليا. في اخر الحلقه ان شاء الله باذن الله هيكون معانا في الاستوديو، هنسلم الجوائز، نتائج الجوله الثامنه ومفاجاتها. ايه المفاجاتها ميدو؟ النتائج بعد اذنك ثانيه واحده. برايتون توتنهام 3-0 فيها مفاجاه؟ طبعا. توتنهام شايل يعني. توتنهام بوتشيتينيو عنده مشاكل كتيره. عنده ناس مش عايزه تجدد عقدها، ودي ناس مهمه جدا. إيركسون اهمهم، من اهم اللعيبه اللي موجوده. في 4-5 لعيبه مش عايزين يجددوا عقودهم، وبالتالي كان عنده مشكله ان يقعدهم احتياطي ولا يلعبهم، وابتدى يلعبهم وهم بيلعب. يعني في مشاكل كتير. حازم موضوع برضه ميدو يمكن اقرب منه. لا موضوع له علاقه كمان بتوتنهام. تصريح عمله بيرباتوف الاسبوع ده، وفي رايي ان هو درس لكل الانديه، ان بيرباتوف قال لك ان اليكس فيرجسون كان بيقول لنا ان كل مشروع لازم ما يزيدش عن 4 سنين. لو المدرب باقي في النادي لاكثر من 4 سنين لازم يحصل شيك اب. يعني ايه شيك اب؟ يعني تغير اللعيبه، لازم يخش على الفريق 4 أو 5 لعيبه جداد علشان تقدر ان انت تاخد الاكشن من الجروب. بيقولوا ايه؟ تمنغلهم بقى تغربلهم. تغربلهم الله عليك. تجديد الدماء. ايوه، ان انت تجديد الدماء. معايا الشباب ما فيش اي ثقافه خالص. فبيرباتوف طلع قال لك ان اليكس فيرجسون كان بيقول لنا دايما كده ان لازم كل 3-4 سنين لو حافظت على نفس اللعيبه عمرك ما هتعرف تعمل حاجه. لازم ان انت تغير، يبقى في على الاقل 3-4 لعيبه يخشوا دم جديد، فريش بلاد يخشوا. ان هم ودي المشكله الحقيقيه لتوتنهام فعلا. لتوتنهام السنه اللي فاتت ما تعاقدش مع ولا لعيب، السنه دي تعاقد مع لعيب واحد بس. فعنده ثبات، اللعيبه خلاص بقى عندها، وصل فاينل تشامبيونز ليج، ابتدى يتاهل للتشامبيونز ليج كل سنه، بقى في تشبع كبير جدا عند لعيبه توتنهام. بلس النقطه اللي بيتكلم فيها كابتن حازم ان خلاص ذي رانينج اوت اوف كونتراكت. اريكسن اخر سنه، توبي الدرفيلد اخر سنه، اللعيبه كلها خلاص اخر سنه، فخلاص كلهم بيفكروا في مستقبلهم اكتر ما بيفكروا هل هم هيبقوا مع الفريق ولا لا. الماتش الجاي ناس كتير ممكن تلعب، بيقول لك ممكن ما يلعبش ناس كتير الماتش الجاي. ايفرتون ايه الماتش اللي بقى؟ ايفرتون برضه. ايفرتون عنده مشكله. بقول لك ايه، خلي بالك انا عايش على طول معاك كده حتى في الاستوديوهات. لا احنا بنتكلم على توتنهام، فانت فاكر اللي بعده. ايفرتون عنده مشاكل كتير جدا. ايفرتون جايب بيشتري لعيبه كتير، بيشتري لعيبه بفلوس كتير، وعنده لعيبه كتير كويسه، ونتائجه سيئه جدا جدا جدا. يعني يمكن السنه فاتت كان احسن بكتير. السنه دي رغم ان جابوا 3-4 لعيبه بارقام كتيره، يعني يمكن النتائج، مش بس النتائج يا سيف، ولكن الاداء كمان. بس كينا اداء الاخبار طبعا من الاخبار حازم من امبارح بيقول لك كان هيمشي. لا الاخبار امبارح ديفيد مويس قريب جدا من العوده لايفرتون مره ثانيه. ما بيقولوا يعني متهيألي لو خسر الماتش الجاي كمان ولا حاجه هتبقى في مشكله كبيره. لا رجوع مويس، الجمهور زايم عليه جامد، والجمهور بيطالب دلوقتي برحيله، لكن الاداره متمسكه بيه، شايفه ان عمل الموسم الماضي بشكل كويس.
فرقة ايفرتون كل ماتش تفتكر ان خلاص هيبتدي يفوق تاني تلاقي بينزل لقاء. يمكن حتى ماتش بيرنلي باين لك لا يعني مش درجة بيرنلي كمان يكسبك 1-0, تخسر في ملعبك تخسر ورا ملعبك. هجوميا ضعيف جدا, حتى كين اللي جاي من يوفي ما بقاش يلعبه خلاص, ما بقاش عنده ثقه فيه, محتاج وقته. كان بيديله في الاول بقى دلوقتي بينزله اخر ربع ساعه ان خلاص ما عنده, تحس ان هو مش صابر على حد وعايز احسن حد يقدر يديله في 90 دقيقه يعني. ليفربول ركب من بدايه الدوري وماشي بتالي بشكل طبعًا كويس طبعًا. حتى لو مش افضل حالته بيكسب طبعا. الماتش اللي فات فعلا ما كانش في احسن حاله ليه, بس عندهم رتم عالي جدا, صعب ان اي حد يقدر ان هو يقابلهم. الماتش اللي فات كان اختبار صعب جدا لليفربول, لان ليستر سيتي مع براندن روجرز من احسن الفرق السنه دي. براندن روجرز مدرب كبير وحافظ ليفربول كويس جدا, هو اخر مدرب قبل يورجن كلوب, وعمل مشاكل كبيره جدا لليفربول في الماتش, لكن ليفربول جامدين قوي يعني صعب ان حد يعطلهم. صح. استون فيلا النتيجه ثقيله 5-1, نتيجه كبيره جدا, ويمكن نورتش ابتدى بشكل كويس جدا. دي بتبقى دايما حمى البدايه للفرق الصغيره شويه, بيبتدي كويس ولكن عنده دفاعات ضعيفه جدا اخر 3 ماتشات ولا حاجه بيخسر بشكل كبير, لكن فوز مهم جدا لاستون فيلا, اداء جيد جدا. يمكن اعتقد استون فيلا يعني نوعا ما هيتمود ده ساعه كسب مانشستر سيتي على نفس الملعب. كانوا كويسين قوي. طبعا ده اول لا كسبوهم قطعوهم كمان 3 ماتش كان صعب, لكن زي ما بقول لك يمكن انا بشوف ان نورج هيبقى عنده مشكله كبيره في السيزون, عنده دفاعات وحشه جدا. الناس بتتكلم على بوكي وابنه كويس طبعا اكيد ولعيب مهم, لكن دفاعات طول ما انت بتجيب جون ويخش فيك 3 مشكله كبيره, وهتحط دايما راس حرب على ضغط, انت على طول عايز تعوض وما عندكش غير واحد او اثنين بتعوض عليهم يعني. شوف يعني بص, واتفورد خدوا قرار غريب جدا باقاله المدرب اللي وصل بيهم بنهائي الكاس السنه اللي فاتت وعمل بيهم سيزون افضل موسم في تاريخ واتفورد, جارسيا, ودلوقتي مدرب جديد مش جديد على النادي, لانه كان مدرب فريق فلوريس كان مدرب واتفورد اول ماتش جه عمل ماتش كويس قوي مع ارسنال 2-2, وبعدين بعديها 8 باين ولا 7 من واتفورد يعني مش هيبقوا زي السنه اللي فاتت, ولكن عدم الخساره في الظروف دي بالنسبه لواتفورد ومدرب جديد وتعتبر نتيجه كويسه امام فريق صعب جدا فريق شيفيلد يونايتد. مكسب كريستال بالاس طبيعي, ضربه جزاء في الاخر وجول في اخر 5 دقائق. وستام فريق كويسه وكان عامل ماتش كويس, كريستال يعني خطف الماتش في اخر يعني كان خسران 1-0 ورجع 2-1, لكن فرقتين كويسين. كريستال فرقه صعبه جدا, زها فيها لعيبه كتير كويسه, نفس الكلام وستام عندهم فرقه كويسه عندهم فرقه كوره كويسه, لكن يمكن ضربه جزاء وبعدين جون في اخر 5 دقايق والاخر دقيقه تقريبا في الماتش بيغير النتيجه شويه, لكن اداء متقارب جدا بين الاثنين يعني. ارسنال ميدو, ارسنال شكوك كبيره طبعا, نتيجه كويسه, فريق صعب بورنموث, ولكن شكوك كبيره في انجلترا دلوقتي حول قدره امري ان هو يقدر يكون موجود في التوب فور ولا لا. خد قرار جريء جدا باستبعاد مسعود اوزيل من التشكيل الاساسي وحتى الاحتياطي, بيخرجه بره قائمه الفريق, وهو قال ان هو شايف ان في المؤتمر الصحفي ان هو شايف ان في لعيبه احق بدخول قائمه الفريق اكتر من اوزيل. قرار جريء جدا, ان اوزيل طبعا ماشي بعيد عن مستواه بقاله فتره, لكن يظل نجم كبير, ودي دي دي قرارات بتبقى دايما على مسؤوليه المدرب. يعني المدرب لما بياخد قرار زي ده ان هو يستبعد لعيب كبير, ده يعني بيحط ضغط عليه كبير جدا, لكن رد الفعل كان من الفريق كويس جدا. عندهم لعيبه مميزه جدا وسرعات كبيره جدا. مشكلتهم في الديفنس, ارسنال محلش مشكلته الحقيقيه. ارسنال بقاله سنين من اول لما مشي حبيب كولو توريه, ومن اول ما طبعا اعتزال توني ادمز واللعيبه الكبار مش قادرين يعوضوا بلعيبه كبار لغايه دلوقتي. ارسنال حتى الوحيد اللي جه يعني طبعا اعتزال سول كامبل, مفيش ولا سنتر باك جه. يعني بتتكلم على مصطفي عنده مشاكل كبيره جدا, بتتكلم عن كل اللعيبه اللي لعبت في مركز السنتر باك ولما قلب الدفاع عندها مشاكل كبيره جدا. وهنا بيبين لك ان انت مهما جبت نجوم كبار في الهجوم, اذا ما كانش عندك فرقه مبنيه صح من تحت تقدرش انت تعمل حاجه. النهارده اللي غير مسيره ليفربول من فريق غير قادر على الفوز بالشامبيونز ليج لفريق قادر على الفوز بالشامبيونز ليج هو فان دايك. الناس كلها راحت اتريقت على كلوب, قالت ازاي يجيب لعيب سنتر باك ب 79 مليون باوند. فان دايك لعب دور, هو اليسون طبعا لعبوا, هم الاثنين لعبوا دور كبير جدا في فوز ليفربول بالشامبيونز ليج السنه اللي فاتت. السيتي بيبعد؟ لا مش بيبعد, بس طبعا بيتاخر شويه. ماتش من ولفرهامبتون رائع, المدير الفني البرتغالي عمل ماتش حلو قوي يا سيف. تيجي تبص الماتش نفسه, ميمو سانتو سانتو كان جون على فكره.
هتيجي بص على ماتش الصيف هتلاقي الماتش كله هو واقف ورا في لعيب عنده اسمه تراوري قوي جدا بيلعب لعب 70 دقيقه على اليمين ناحيه ستيرلينج. ستيرلينج سريع وهو سريع جدا وقوي قفل طبعا في بيت الفرق قفل. جه في اخر ثلث ساعه راح مطلع تراوري ده راس حربه مكان خيمينيز وخلى خيمينيز تحتيه كاونتر اتاك تو كاونتر اتاكس الاثنين نفس كوبي بيست انه سريع جدا ولاعيب قوي ولاعيب سريع ولاعيب حريف. نفس الكلام طبعا مع اوتامندي اللي دايما بشوف ان اوتامندي ده اوفر ريتد ما ينفعش يلعب ما ينفعش تبيع نفسك بالشكل ده. الراجل عمال يجري عليك تروح نازل تاكلينج استنى خليك واقف لغايه لما حد يقرب لك. باع نفسه طبعا راح رايح بس عارف عايز من اوتامندي مديها لتراوي. عارف الموضوع اوتامندي ده انا رايي ايه الموضوع في رايي مش كواليتي لعيب بس في لعيبه اكيد انت فاهم الكلام ده 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 قراره حتى شفت لا انا الجول, الجول بتاع التاني شفت اللي خيميز عمله كوبري باع نفسه ليه ما تخليك ارجع ارجع لغايه لما تلاقي ناس بتجيلك ناس بتجري سبرنتات هتجيبه ما تبيعش نفسك او ما نزل راح مترقص خلاص بقى 2 على 1 تعرف انا خلاص دي بتبقى حاجات شخصيه للاعيب يعني لا في لعيبه في لعيبه ما ينفعش يلعب بالذات مركز سنتر باك ما ينفعش يلعب الا جنب لعيب كبير يعني اوتوماندي طوله بيبقى كويس امتى لما كان كومباني بيلعب جنبه يعني في لعيبه كده حتى احنا في لعبنا مع كان كويس مع مانشستر سيتي بصراحه دايما بيعمل كويس يعني بشوف انا قصدي ان هو ما يشيلش الديفنس لوحده هو خلاص كمان ما عندوش ديفنس دلوقتي هو بيلعب فرناندينيو معاه جنبه الناس متعوره لكن هي انا متهيألي يعني اللقطه دي فرقت جدا 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 في اخر ثلث ساعه سيف هي دي اللي عملت ال 100 متر اللي عملها تراوري تغيير مدرب فرق ممكن يفضل محافظ على الثلث ساعه على فكره ويفضل بالشكل ده يقول لك انا كويس قوي 0 0 راح عمل الشيفت ده جاب تراوري مدرب كويس من هاف رايت راح حط راس حربه سريع جدا قوي راح كسب 2 ودي ميزه المدرب الطموح انه يقول لك ايه المشكله لما اجرب ان اكسب مع مانشستر تشيلسي لازم نطلع فاصل تشيلسي هيبقوا كويسين مع لامبرد يعني ممكن تكون جت خدمه كبيره جدا للامبرد وتشيلسي ان هو كان ممنوع من التعاقدات في هذا الصيف فاضطر ان هو يعني لو عمرنا كنا نشوف عمر ما كنت اشوف اللعيبه دي الا لو كان ممنوع من التعاقدات ورحيل هازارد فطبعا جت في مصلحه لامبرد وبعدين شالت الضغوط من عليه خلاص الناس كلها بتقول لك ان لامبرد محتاج سنه دي يعتبر موسم انتقالي لتشيلسي بيشتغل من غير هو ماشي رابع دلوقتي نيوكاسل ابتدى يفوق تاني لا مانشستر يونايتد ودي يمكن برضو اخطاء تحس زي عندنا في الدوري شويه اللي هو ايه جه بعد مورينيو عمل 3 ماتشات كويسين وراح مديله كونتراكت 3 سنين ما ينفعش هو جاي راجل حاجه مؤقته عملت له كونتراكت 3 سنين ادي هوبا طب ما هو جربه حازم الخبره بعد الثلاث سنين ماشي ماشي يعني جربه مويس جربه فانخال ماشي يعني هو بيقول لك انا هو ضعيف بصراحه والفرقه مهلهله تماما يعني دفاعيا وهجوميا طب ما هو جرب انت مين دلوقتي يعني جرب مويس وجرب فانخال وجرب مورينيو هو مويس اساسا ما ينفعش يمسك مانشستر يونايتد وفان جالي بقاله ميت بقاله 80 سنه طب الحل ايه عندك الحل ايه مسك من 80 سنه الحل ايه في اسوء حالاته مورينيو بعد تشيلسي الحل مش ماشي بيطلع بينزل الحل لا سوسكار يعني انا شايفه مش هو الحل الامثل هو يمكن جه بعد مورينيو لما كسب 3 4 ماتشات لان اللعيبه كانت واضح انها مش حابه مورينيو فكانت عملت انت فاكر ساعتها بوجبا كان عامل ازاي اول ماتش من اول ماتشات سهله ورا اول ما مورينيو مشي بوجبا فجاه الخمس ست ماتشات اللي بعديها مع سولسكاير احسن واحد في الفرقه طبيعي اللعيبه واضح انها كانت مخنوقه فعايزه تبقى كويسه مبسوطه دي بتبقى رده فعل لكن ده مش مستوى طبيعي وهو لعب على الحته النفسيه لعب كويس وقعد يتكلم عليهم كويس ويطلع لعيبه بس دي حاجه رده فعل ان مورينيو كان قافل عليهم لكن انت لازم مانشستر يبقى في مدرب احسن من كده لان مين في مانشستر دلوقتي بيعرف مين تعتمد عليه انه يكسبك ماتش راشفورد او مين أبوبا. انا في رايي مانشستر يونايتد لا لا عايز مدرب صغير بس عنده يعني عارف مين كويس جول اللي كان ماسك عنده بي اس اسمه ايه فاينل اللاعب الهولندي برونكاس ده بس مع السيتي ده عارف ان هو طبعا بيعمل معايشه مع السيتي احنا عايزين نعرف برضه مدربين صغيرين ممكن انا في رايي أليجري يا حازم أليجري صغير مش كبير قوي وعنده استراكت متعلم صح يعني متعلم صح في الميلان خلي بالك ان أليجري برضو لما كان ماسك الميلان ما كان يعني ما عمل من الميلان فرقه نص محترمه باقل الامكانيات قبل ما يمسك اليوفي ففي رايي أليجري ممكن يكون مرشح اساسي طيب نشوف الماتشات اللي جايه ونشوف توقعات ميدو وحازم ايه بعد الفاصل نرجع كده حتتين سرعة في الدوري المصري والمنتخب كمان عنده لقاء ودي ايمن حفني هيلعب السنه دي ولا لا والله عندنا امل كبير
حاولنا محاولات مستميته في قبل غلق باب القيد ان احنا نحل المشكله. هو مش موجود دلوقتي خلاص؟ لا لا، لغايه يناير. لا ولا يناير تقدر تأيده؟ لا، في يناير ممكن يحصل مستجدات اذا تم. لا لو ما حصلش، لو ما حصلش هنشوف لمكان لايمن. انا زعلان على ايمن كشخص يعني، بعيدا عن زعلان لان هو موهبه كبيره جدا وفي سن ما يسمحلوش ان هو يقعد. عشت اللحظات دي انت في الزمالك؟ عشتها في الزمالك. هو كمان اكبر مني يعني، يعني واللي مزعلني ان هو كان في فتره الاعداد وكان كويس جدا، لان هو مش لعيب محتاج ان انت تجهزه بدنيا كتير، وهو كده كده عنده التالنت يعني. للاسف حصل الخطا اداري في قيده، لكن انا دايما بقول ان لما بيحصل خطا في مكان احنا كلنا عيله واحده بنتحمله كلنا، ما بنشاورش على حد. عندنا خطا حصل كلنا بنتقبله بنتحمله بنحاول ان احنا نجد الحلول. ايمن حفني ابن المقصه، والمقصه كان ليها دور كبير جدا في ان هو يكون ايمن حفني قبل طبعا انتقاله لنادي الزمالك. وبقول له رساله شخصيه، لازم تتاكد تماما ان انت عندك كل الدعم من نادي المقصه كمجلس اداره وجهاز ولاعبين وكل الناس، ودعم كبير جدا من احمد حسام كشخص. ان انا شغلتي ان انا حتى لو انت مش هتكون موجود معايا في يناير، من اول يناير ان انا اجهزك بافضل شكل ممكن، حتى لو هتروح تلعب لنادي منافس ليا ما عنديش مشكله، ولكن انت تستحق ان الواحد يتعب عشانك. حازم، شفت ماتش المنتخب الاولمبي؟ يعني جيل كويس جدا، ولكن يعني كرة ما اقنعتش الناس حتى الان. هم داخلين على البطوله اسامي كلها كبيره وبتلعب اساسي. المشكله ان احنا مش عارفين نلعب كوره، مش عارفين نطلع بالكوره من تحت، نعتمد على كوره طويله لرمضان صبحي لصلاح محسن، لكن ما بنلعبش الكوره اللي هي المفروض بنلعبها، او حتى اللي شفناها في ماتش السعوديه او ماتشين السعوديه لما لعبت فرقه افريقيه قويه سريعه. هي الطريقه نفسها صعبه، 3 4 دي 3 3 دي 3 حلوه. لا مش صعبه، بس مين بينفذ يعني؟ انا شايف فكره عمار ناحيه اليمين دي، عمار الناحيه اليمين ده الوينج ده سيف، اولا لازم يكون سريع، لازم يكون عنده ورك ريت عالي جدا، لازم يكون سريع وبيعرف يروح ويجي وعنده بيعرف يعمل كروسات كويس. عمار لعيب جوه نص الملعب، لان هو مش هو صغير قصير، ما عندوش الحته دي. هو لعيب كويس، انت عايز واحد طويل، واحد بيعرف يعمل كروسات، واحد قوي. لازم اي واحد بيلعب 3 4 3 دي على الوينجات دي الطرفين دول لازم هتلاقيهم لعيبه كده يا سيف، لا اما يكون قصير بس سريع وقوي وبيعرف ورك ريت عالي، لا اما يكون طويل وقوي يعني عنده. فدي الحته دي انا بشوفها مشكله عندنا، متقفله على الناحيه اليمين تماما، لان مع افريقيا مع عمار مش هتدي. وده قلته في كنا احنا بنحلل الماتش، قلت له قلت كابتن شوقي شوف حد تاني، عشان في افريقيا هتلاعب قدام كاميرون وغانا وكده، عمار هيمشي مع السعوديه مع تونس مع الفرقه دي، لكن مع الفرقه الكبيره دي ممكن مش هيعرف يشتغل، وانا مش شفتلوش بديل. دايما بيلعب بعمار ناحيه اليمين يقعد يلعب بيه على طول. لازم اللعيبه كمان تعرف ان هي ده هي فرصه عمرك تلعب في مصر، لازم تبقى احسن من كده شويه، مش كل حاجه لازم يتعب ولازم يجتهد ولازم يشتغل. احنا مشكلتنا كمان المنتخب ده اسف، هتلاقي طاقم الدفاع هو الاقل فنيا او الاقل يعني مش نفس بقيمه اللعيبه اللي قدام، عندهم مشكله فنيه شويه. الثلاثه اللي ورا حتى في مع انديتهم مش ظاهرين بشكل قوي زي بقيه اللعيبه في نص الملعب والمهاجمين، ودي هي المشكله. انت لا الاجوان اللي عندك لا الحراس بيلعبوا في الفرق اساسيين، امبارح لعب صبحي ما بيلعبش خالص، بقى في نادي الزمالك الحارس الثالث. بس على فكره ما كانش وحش مش يعني وحش. عنده لا مش وحشين كلهم يعني، بعض التريكات كلهم كويسين بس ما بيلعبوش. لا مش كويسين مع بعض حازم يعني، هم لعيبه كويس قوي بس مش فريق. لا بتكلم على جول. انا فاهم انا بقول لك، لا انا بقول لك صبحي ما كانش وحش، كان عنده لا مش وحش بس الفرقه بس ممكن تيجي في واحده انت لو مش ماسك تيجي كروس، هو بقاله كتير ما بيلعبش، ممكن تخاف. الكروس اللي انت بتتكلم عليها بتاعت امبارح، اي جول تخاف انت غصب عنك. انا لو ما بلعبش وجيت لعبت هكش، هاخد عايز وقت عشان ابقى كويس. فانت عندك الحارس والثلاثه السد باكات، انا شايف ان دي هم يمكن اقل الخطوط عندنا بشكل يعني باين. الخط الهجوم شايف ان دي حاجه كويسه، امبارح ضيعنا يعني امبارح، ده برده المشكله اللي كانت عندنا، واحده سهله جدا صلاح محمد ضيع واحده سهله جدا. لازم الماتشات دي تاكد، مش هيجي لك خمس، ما تحطش الجماليات يعني، مش لازم تعملها بليسنج، مش لازم تعمل، حط في الجون روح جيب جون. بس هي دي فايده ماتشات الوديه، انك بتتعلم وانك بتغلط عشان في ماتش رسمي لو جات لك تقول الصح يعني. لو انت مكان البدري في محمد صلاح تريحه؟ ما فيش مشكله، مش محتاجه عادي يعني، ماتش ممكن انت تجرب تجارب ثانيه. على فكره كان ممكن تستدعي صلاح ان هو يقعد معاك 24 ساعه في المعسكر، بس جهاز جديد يقابل الجهاز ويتصور معاهم ويقعد معاهم ويطرحوا عليه الرؤيه بتاعت الجهاز بالنسبه له في الفتره اللي جايه، مش شرط ان هو يشارك في تدريبات ولا اي حاجه ويمشي. كان ممكن تبقى فكره يعني، ولكن انا شايف مفيش مشكله يعني، عدم وجود صلاح في الفتره دي مفيش مشكله. لكن
خلينا نبقى لازم يبقى في خط مهم جدا ما بين اعطاء صلاح احترامه كقيمه كبيره وكراجل بيلعب في الديفرنت ليفل وعدم خروجه من نطاق انه كلاعب يعني لازم في صح حازم ولا لا يعني لازم يبقى في حته انت انت في حته صلاح انت بتديها له بحكم الليفل اللي بيلعب فيه وبحكم عطائه وبحكم حاجات كتير جدا ما بيعديهاش لا مش هو اتكلم من ناحيه الجهاز أوكي. ومن ناحيه اتحاد الكوره ان لازم انت يبقى في الخط ده تبقى تاخد بالك منه كويس قوي عشان ما تغرقش في الاخر خلي بالك معلش مع احترامي النهارده لو برجع بقول عن احد اهم اخطاء المنظومه بتاعت اللي فاتت اللي رحلت كمال حازم كانت اهمها ان صلاح في موقف معين تحول من بقى اكتر من لاعب وده اللي دخلك في مشكله كبيره وكان احد اهم اسباب ان انت يحصل لك مشكله ان هو دخل في حته بقى اكتر من لاعب اللعيب لازم اللعيب اللي ليه قيمته وليه لازم اديله قيمته لكن قيمته بس كلاعب فلازم الجهاز الفني في رايي والجهاز الفني قبل اتحاد الكره الجهاز الفني يهتم ولو في نصيحه بقولها لهم يهتموا جدا بالنقطه دي ادوا صلاح قيمته وادوله القيمه اللي يستحقها لان هو فعلا يستحقها هو بيلعب في ديفرنت ليفل شئت ام ابيت بيلعب في ديفرنت ليفل بيلعب في مستوى تاني خالص غير كل لعيبتك وراجل محافظ على المستوى ده وكده فيستحق مكانه معينه او تقدير معين لكن لو نفخت سنه صغيره زي يعني في ايه عارف البالونه لما بتنفخها سنه صغيره بتفرقع تمام هتبوظ الدنيا عليك توقعاتك لازم على نفسه مش من هنا بص ولا كان ما انت اديت له حته لا انا مش بدي لك حاجه شفت لما اداك حته كان انت عشان انت كنت في الاتحاد اللي فات فقال لك حازم المكان عمل مش عارف لا بس بتكلم انا بتكلم بجد انا بقول صح لا اي لعيب كوره انا بتكلم اديله قيمته لو طلع على النطاق الطبيعي بس صحيتوه هيبقى صعب توقعاتك اللي المشكله عندنا ان صلاح هو الوحيد اللي عمل كده فانت بتتعامل مع حد انت ما تعيش معاه قبل كده لا اداريا ولا جماهيريا المستوى اللي فيه صلاح لا بس في ثوابت في الكوره يا حازم لا يعني في ثوابت في الكوره في لعيب ماشي بس انت لو عندك ثوابت في الكوره مثلا في انجلترا ولا في اسبانيا ولا في المانيا انت بيطلع لهم كل سنه او كل خمس سنين لعيب زيه لكن انت هنا في مصر انت عمرك ما جالك لعيب هو في تفاصيل بس كمان اللي مش عندك في حاجات انت نفسك يعني في حاجات اختلطت في حاجات زي ما حازم بيقول صح انت دخلت فيها انت مش متعود عليها اعلانات وبنود وحاجات وبالنسبه لا لا ما هي دي عملت مشاكل في هي دي الأول. دي شامله انت دخلت له في حته بالنسبه لميدو مثلا كانت سهله اجي اطلع هنا ماشي لا هنا النهارده عنده اللقطه على فكره لاول مره بقول لك ان مشكله محمد صلاح بتاعه الاعلانات مش مشكله جديده على مصر انا في 2006 بس كنت بتحلها انا في 2006 رفعت قضيه على اتحاد الكوره بسبب استغلال دعائي ليا وانا كنت راجل برده نجم كنت بقى في توتنهام يعني لما جيت كاس امم افريقيا 2010 كنت جايب ساعتها 11 جون في الليج كان هداف الدوري عنده 14 يعني كنت احد كان هداف الدوري تيري انري 14 وروت فينسروي 13 وانا كان عندي 11 كنت احد هداف البريمير ليج لما جيت كاس امم 2006 لاول مره بقول لك ان انا رفعت دعوه قضائيه انا وحسام حسن ضد اتحاد الكوره وكابتن سامي زاهر الله يرحمه كان رئيس اتحاد الكوره انت كنت عارفها دي ما اعرفش ما هي ده الفرق انا بقول لك الناس ما عرفتش لا دلوقتي عشان دلوقتي السوشيال ميديا كلها بتاع كل حاجه فبتحطك في ضغط دلوقتي عشان السوشيال ميديا انا بكلمك في عالم مختلف ايوه فعلا بس بقول لك ان المشكله بتاعت الاعلانات والاعلانات والكلام ده مشكله حصلت قبل كده وبعدين الفلوس كمان كانت قيمتها مش كتير قوي كده دلوقتي يا ابني انت مالك وانا الفلوس بتتكلم فيها انا بكلمك بجد والله دي حقيقه فالمشكله يعني اتطرحت قبل كده ودخلنا محاكم لو مره نسمح صدقني لا انا عارف انت بتتكلم صح انا بقول لك انا قايم عشان كانش في سوشيال ميديا انا بتكلم ان ودي نقطه مهمه جدا لازم في الشعره دي تخلي بالك منها عشان ما تغرقكش احنا معاك مليون يعني في ماتش الاهلي والزمالك الجاي توقعاتك ايه مش امنياتك يعني بص انا شايف ان الاهلي فايلر ماشي كويس جدا بادئ كويس جدا والاهلي دلوقتي بيلعبوا الجيم اللي الزمالك لعبه مع ميتشو وغلطوا فيه الزمالك استغل النتائج الايجابيه اللي ميتشو عملها في البدايه في كاس مصر وابتدى ان هو يظهر ميتشو بشكل كان لسه بدري قوي للحكم على الشكل ده يعني انت لما تجيب مدرب بتستنى 20 25 ماتش 15 ماتش 20 ماتش وتبتدي بعد السنه دي تقول الراجل ده ممكن يبقى واحد من الاساطير بتاعتنا ممكن يبقى واحد من افضل المدربين اللي جولنا التاريخ الزمالك عمل ايه الزمالك بعد 3 ماتشات ابتدى يتكلم على ميتشو او ما بقولش ان ميتشو وحش انا بتكلم على التوقيت ابتدى يتكلم على ميتشو اسخدك المدرب ده زي لعيب الكوره ف
في وقت من الاوقات ما ينفعش تديله اكبر من حجمه. ما ينفعش يعني المدرب بني ادم في الاخر، صح حازم ولا لا؟ بني ادم، ما ينفعش ان انت يعني لازم ايه اديله، هو حقق انجازات قد كده اديله قد كده. بل بالعكس، في رؤساء انديه يلاقي ان المدرب محقق انجازات قد كده ينزل بيه شويه عشان ايه يخليه ان هو يبقى دايما، يعني الانجليزي يقول لك ايه، هيستوز، يعني دايما على تلطيف صوابعه، عايز يعمل حاجه عايز يعمل حاجه. ما تخليش دايما ابدا المدرب بتاعك يخش في الكومفورت زون، يخش في مربع الراحه. اللي الزمالك عمله، يا اخي انتوا حيرتوا النادي الزمالك. اسمعني بس، يعني اسمعني، ما انا بكلمك يعني على الاهلي والزمالك. يعني ساندوا المدرب؟ لا ساند، يقول لك بتدي، بص انت بتختلفوا مع المدرب. صدقني انا بشوف حاجه، بص في موضوع المدربين، انت الموضوع مش بتدي له حجم اكبر من حجمه، بس هو ما حدش اداله حاجه اصلا. انت بتتكلم الاعلام، لا ده خارج من الاهلي النهارده. بص، الاهلي بيقول لك ان فايلر على خطى مانويل جوزيه، فايلر على مش عارف ايه وبتاع، والناس بتتكلم. الاهلي عنده مشكله، الاهلي جايب واحد سي في ضعيف، فعايز يقول للناس انا كسبت الرهان بدري. خلي بالك انت، بص ولا كسب الرهان ولا حاجه، انا بشوف انت بتتكلم على الماتش ماتشو، يعني هو بيلعب، بس بيلعب، بيلعب كوره حلوه. كل يا سيف ما بتلعب ماتش بتلعب كويس، الناس تكلم كويس، كل ما بتلعب بتلعب بتلعب، ده بيعمل كريدت ليك، فبيدي مصداقيه ان انت مدرب صح كويس. صح، فهي النظريه مش انت بتنفخ في حد. انا بكلمك في فلسفه اداره، ما بنفخش في حد، هي نظريه ان انت اللي شغلك هو اللي بيخلي الناس تتكلم عليك كويس. لا انا بكلمك في فلسفه صح. اداره، يعني احنا مثلا حازم، احنا مش اشتغلنا مع مدربين مثلا، مدربين صح، ويا ما اشتغلنا مع مدربين وانا بلعب مثلا، ابقى انا مثلا في افضل فورم ليا مثلا بقالي ايه، مثلا اقول لك مثلا على واحد زي مارتن مثلا، كنت انا مثلا في وقت من الاوقات واحد من هدافين البريمير ليج، راح طالع في الميديا قال لك ايه، وخلي بالك انا كنت لون، كنت اعاره، كنت اعاره من روما سنه ونص، راح طالع مارتن يقول قال لك ايه، قال لك ان ميدو لو ما جابش 20 جول مش هشتريه، فحطني اندر بريشر ان انا ايه، لازم ان انا احاول ادوس ادوس. بس ده ممكن يخلص عليك برضه. لا ما هو عشان هو عارف شخصيتي، ممكن هو حاطك تحت ضغط، فانت بعد اللي انا بعمله لك ده كله تتكلم عليا كده. بس هو عارف شخصيتي، ماشي. هو عارف شخصيتي، ما انت لازم تعرف برضه رئيس النادي. بص في حاجه دايما، في حاجه اسمها بريزيدنشال نويز، صداع رئيس النادي. كل مدرب بيشتغل شغال مع حاجه اسمها. طب انت ما ردتش عليا في السؤال، الاهلي والزمالك الماتش الجاي. انا في رايي كل الكلام اللي بيتقال على فايلر والاهلي، لو الزمالك كسب انا بقول لك نفس نفس الدعايه الايجابيه اللي حصل عليها فايلر هتتحول لسلبيه. توقعاتك يحصل ايه من اللي احنا شايفينه؟ انا توقعي ان يتعادل، الزمالك هيكسب. حازم انا عايز ميتشو يرجع يلعب زي ما كان بيلعب في كاس مصر، بدون تاليفات بدون تغييرات. كان بيلعب لعب ثلاث ماتشات بتوع كاس مصر تقريبا بنفس التشكيل، غير يمكن واحد ولا حاجه. يعني لعب بنفس ما لعب ماتش، كان اول ماتش تقريبا مقصه وبعدين الاتحاد. لا بس هو مضطر يا حازم، انت النهارده لما يكون عندك طارق حامد مش موجود وفرجاني مش موجود، مش كبالا متعور، مش بتكلم على كده، انا بتكلم ماتش الاهلي الاولاني عمل. لا هو غير ماتش الاهلي، ماتش الاهلي عمل مشاكل، هو غير كل حاجه. ماتش اول ماتش في الدوري ما غيرش، هو ماتش الاهلي فات فيه يعني ايوه فات فيه. هو ماتش الاهلي وماتش اف سي مصر، وماتش اف سي مصر، ماتش اف سي مصر هيعمل ايه؟ طارق حامد مش موجود، بس هو طارق حامد بس مش موجود، وفرجاني اساسي مش موجود. لا مش موجود ليه؟ فرجاني عنده مزارين. ايوه ماشي، ما هو قالوا مش هتلعب ليه عشان مزارين، خد ريسك. ايوه مش هتلعب مزارين، يعني انت لو عندك لعيب عنده انزيم مش هتلعبه الماتش اللي بعديه. لا هو خاف عليه في ماتش الاهلي، خاف عليه ريسك. معلش اخاف عليه مثلا، بس بص برضه مين في لعيبه، نوعيه لعيبه انا ممكن اخاف عليه، واحد زي طارق حامد عنده نظام اقول لك لا ممكن ياخد نظام، لكن واحد زي فرجاني، واحد زي اللعيبه اللي هي حريفه ولعيبه تعرف تسيطر على نفسها، بيلعب مع اف سي مصر، مش قراره بيلعب مع اف سي مصر، مش بيلعب مع احترام. طب يلا يا شيخ احنا وقتنا خلص سريعا سريعا. لا هيلاعبه مش قراره. انا دلوقتي بالنسبه لي، بالنسبه لي اف سي مصر ثلاث نقط زيه زي الاهلي، اديك راح منك نقطتين. بس انت كلام صح، لان هو حازم قبل الاستوديو قال لي كده، ما كنا في استوديو قال لي قبل الماتش. لا كمان مش قراره، لا مش قراره، لا لا ايوه في حاجات انت النهارده مجلس هو اللي بيقول لك خلي بالك اللعيب ده لو لعب وخد انذار انت اللي هتشيل. بتقول لهم اوكي طب هي يعني ده ما في ضغط ما ينفعش. طب انت توقعاتك يعني الماتش ده كده في انا لا هتقول له لا ولا تاخد تاخد ثلاث نقط، ما هو الدوري كله ثلاث نقط دول زي ثلاث نقط دول زي انت بتتكلم صح. توقعاتك الماتش ايه؟ بقول لك لو ميتشو لعب مأمن ولعب كويس بتقول لي هتعمل. ما انا بقول يا ابني، انا بقول تعادل لما الزمالك هيكسب. انت بتقول ايه؟ ده توقع. لا ده توقع. ما بقول لك لو عمل كده الزمالك هيعمل ماتش كويس. الافضليه لمين على الورق دلوقتي؟ دلوقتي الافضليه على الاهلي، للاهلي بيلعب كويس. طب ما الماتش اللي فات السوبر كانت افضليه الزمالك، الافضليه كانت للزمالك والاهلي كسب يعني. وعمل مفاجاه كبيره. يعني مين قبل ماتش الزمالك والاهلي في السوبر كان يتوقع؟ طيب قبل النتيجه الاداء. طيب قبل ما نختم بثانيه الرد في ثانيه، لو الاهلي كسب يحصل ايه؟ ولا حاجه يحصل. لا هيبقى جاب كبير، يعني هيبقى جاب كبير ليه؟ ثلاث نقط. لو هيبقى خمسه لو الزمالك خمسه يعني. ولو الزمالك كسب لا لسه بدري على الدوري، انا مش على الدوري. لا لا ولا حاجة. لو الاهلي كسب ولا حاجه عادي يعني، لسه بدري لسه بدري لسه بدري. بس هو بيبقى يعني فايلر بيحط رجل اكبر يعني يعني بيحط اسم اكتر ان هو في اسبوعين وفي شهر يكسب زي مرتين تقيله يعني.
تقيل. لكن الزمالك كسب الامور هترجع زي ما قال ميدو، هتلاقي الدنيا بتتقلب كده، يبقى ميتشل الذكي والعالمي وفايلر في الماتشات مش عارف. هل ميدو برضو الاسبوع الجاي هيجي حاطط عليك بالشكل ده؟ انا هتفضل ضارب داون 5-3 يا ابني. لا يعني توقعاتك ايه؟ هل هتستعين بصديق؟ 10 بوينتس ان شاء الله الاسبوع الجاي بالنسبه لي ميدو. انا شايف ان انا مستمر بنفس الشكل وهو هيواجه صعوبات كبيره جدا. انا في الاول كانت يعني لسه محتاج سلو ستارت يعني محتاجه، وبعد كده رجعت خلاص صعب ان هو يرجع تاني. تمام. ايه الحركه اللي انت بتنصحه بيها ده؟ لا بيني وبين ايه يعني على ال لا اصلا حاجه التمرين لما والله. لا لما الناس تشوف النتيجه ما احبش دايما اخد الكريدت ليا، ده تمرين. ايوه بس عشان لما الناس ليه عامل كده بعد ما تقولش ده ميدو هو بشكركم طبعا شكرا جزيلا. انا بقول جزيلا. له انا مش فرحان قوي على فكره، على فكره والله العظيم، لان اتعلمت لا افرح قوي ولا ازعل قوي، فانا كسبان عادي وخد وانا خسران كنت عادي. برافو عليك. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. العالمي هيعمل ايه مع الثعلب ده اللي هنشوفه الاسبوع الجاي. الاسبوع ده ميدو حازم كان متقدم اسبوعين ورا بعض او ثلاث اسابيع ورا بعض، وبعد كده خمس اسابيع كان في اسبوعين ميدو ما جاش. يعني ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي يكون لقاء جديد. نشوفكم على الف خير، انتظرونا في تسليم الجوائز. نشوفكم على الف خير. Stars of Fantasy.